في مسعى جديد للنظام السوري وحليفته روسيا ربما للترويج عالميا، هذه المرة من خلال مؤتمر عقد في دمشق تحت عنوان عودة اللاجئين. ولكن هل تثمر هذه المساعي؟ أصدرت الأمم المتحدة في 18 من يونيو المنصرم تقريرا حول آخر الإحصائيات فيما يخص اللاجئين السوريين في دول الجوار، يشير إلى وجود ما يصل إلى 6,600,000 لاجئ سوري يتوزعون على 126 دولة حول العالم، أي ما يشكل 8.25% من نسبة اللاجئين على مستوى العالم في عام 2019. ووفق التقرير يتركز 83% من اللاجئين السوريين في دول الجوار. في دول المنطقة لدينا 3,500,000 لاجئ يتواجدون في تركيا، لبنان يستضيف ما يصل إلى 1,000,000 لاجئ، وأيضا بعد ذلك لدينا الأردن التي تستضيف ما يصل إلى 700,000 لاجئ، العراق لدينا فيه ما يصل إلى 245,000 لاجئ، و 800,000 لاجئ في مصر، أو 129,000 في مصر، ولدينا في ألمانيا ما يصل إلى 600,000 لاجئ، وفي السويد ما يصل إلى 114 أو 113,000 لاجئ. ومع أن رئيس النظام السوري صرح أن الغالبية الساحقة من اللاجئين يرغبون في العودة، غير أن هيومن رايتس ووتش لها قول آخر تقول إن الأسباب الأساسية التي أجبرت السوريين على النزوح لا تزال موجودة، مثل الاعتقالات والتعذيب والوضع الإنساني والاقتصادي المأساوي، وخاصة في المناطق التي يسيطر عليها النظام. الآن إلى يحيى العريضي عضو اللجنة الدستورية ينضم إلي من ستراسبورغ بفرنسا، ومن غازي عنتاب على الحدود السورية التركية عاطف نعنوع مدير فريق ملهم التطوعي. أهلا بكم ضيفي الكريمين. أبدأ معك دكتور يحيى، جيد أن نراك دائما على الحرة. ما قصة هذا المؤتمر لعودة اللاجئين الذي عقده النظام في دمشق؟ مساء الخير لك ولمتابعيك ولضيفك الكريم. حقيقة هذا المؤتمر ليس لعودة اللاجئين، وإنما حركة من بوتين والنظام وإيران لعودة تكرار منظومة الاستبداد في دمشق. هذا باختصار، هذا من جانب. من جانب آخر لهذا المؤتمر أهداف على رأسها اقتصادية، ويفوق ذلك الرأس السياسية. على صعيد اقتصادي وصل أهل سوريا إلى قعر حالة الفقر، إلى القعر. كانوا موجودين في داخل السوري أم مشردين داخليا أو لاجئين داخليا أو في بلاد الله الواسعة كما يقال. عمليا الوضع الاقتصادي سيء لدرجة مرعبة، وفي هذا الإطار أن تعيد السوريين إلى بلدهم ضمن هذا الوضع الاقتصادي المرعب هذا أمر مستحيل. هناك الوضع الأمني أيضا مستحيل ولا يقبل، ومن خرج لن يعود ضمن هذا الوضع الأمني المتدهور. من جانب آخر أو الجانب الآخر وهو الأهم السياسي، أعتقد أنها محاولة من قبل بوتين لإعادة تكرار النظام والالتفاف على القرارات الدولية التي دأب على الالتفاف عليها من خلال إجهاضها وإفراغها من مضمونها. يعني ولكن دعني أقف سريعا دكتور يحيى عند تصريحات أيمن سوسان معاون وزير الخارجية للمغتربين، قال إنه الدعوات وجهت إلى كل دول العالم تقريبا. ما الذي يعنيه بهذا الأمر إنه كل دول العالم وجهت لها دعوات للمشاركة في هذا المؤتمر؟ وأيضا ماذا عن قصة المساعدات الإماراتية التي وصلت سوريا؟ هي جزء من اللعبة التي تتم. تصريح سوسان أو على وزن ذلك حقيقة هي جزء من اللعبة. بوتين وهذه المنظومة وبمساعدة إيران وآخرين يسعون إلى إفراغ القرارات الدولية من مضمونها. تعرفون تماما أن القرارات الدولية بما في ذلك بيان جنيف وقرار 254 ينصان بشكل أساسي على وقف إطلاق النار. خلقت روسيا لذلك مسارا اسمته أستانا في مناطق خفض التصعيد ثم تولت عليها. خلقت ما سماه بوتين في وقت من الأوقات مؤتمر للشعوب السورية في سوتشي،
وخرج بلجنة دستورية أراد بوتين أن يضع نفسه مكان الأمم المتحدة ليشرف عليها، لكنه فشل بذلك. طيب. ثم الآن القرارات الدولية تتحدث عن عودة اللاجئين، لكن يريد أن يفرغ هذا الأمر من مضمونه. القرارات الدولية واضحة المعالم بأن اللاجئين يعودون ضمن بيئة آمنة حرة كريمة بمحض إرادتهم في وضع اقتصادي. ولكن ألا ترى سيد الكريم أنه عندما يقول سوسان أنه وجهت الدعوة لكل الدول تقريبا، أنه هنالك ربما قبول لعودة نظام دمشق إلى المجتمع الدولي؟ وذكرت لك أن الإمارات ترسل مساعدات، أنه قد تشارك دول، قد تدعم دول نظام الأسد للمساعدة في عودة اللاجئين باختصار. لا يعني توجيه الدعوة بأن النظام قبل به على الإطلاق، هم يوجهون الدعوة، هم يعتبرون أنفسهم شرعيين، لكن حقيقة ليسوا كذلك. هناك بعض التي تغازلهم كالإمارات، والتي تبعث مساعدات، والتي تسعى إلى تساهم مع جهات. أنا لم يبقى للكثير صوت الدقائق الأخيرة لنتعرف على وضع اللاجئين سيد نعنون، وضع اللاجئين السوريين وعودتهم. طيب، واضح أنه في مشكلة في الصوت معك. أرجع لك سيد العريضي حتى إصلاح الصوت. هل تسمعني الآن سيد نعنوع؟ نعم. تفضل. نعم. تفضل. بداية مساء الخير إلى كل السادة المشاهدين والأستاذ يحيى. بالنسبة لوضع النازحين ما بيخفى على حدا، وهذا الشيء واضح الكل. كل سنة في تهجير جديد، الوضع للأسف ما تغير. النازحين الحاليين، إذا نحن نحكي عن هاي المبادرة من النظام، فسؤال بسيط ممكن يورجينا مدى تفاهة هاي المبادرة، وخاصة أنه النازحين اللي النظام سيطر على القرى تبعهم من حوالي سنة، اللي هن سراقب معرة النعمان، حاليا عايشين بالخيم ورافضين أنه يرجعوا لمناطق سيطر عليها النظام، اللي هي مناطق بيوتهم فيها. فبالتالي شو السبب اللي عم يخلي الناس اللي طلعت من بيوتها ومنازلها، وحاليا مناطق ما عليها قصف، مناطق هادئة بس؟ طيب، عم لم يبقى للكثير التغيير الديموغرافي، لأنه أيضا هنالك عودة لاجئين إلى مناطق بعينها، ومنع لاجئين من العودة إلى مناطق بعينها باختصار. بالنسبة للناس، ما بتوقع أنه يصير في عودة. بنشوف على وسائل التواصل الاجتماعي أنه أغلب الناس ما راح ترجع. التغيير الديموغرافي هو برعاية النظام، وللأسف تم التسهيل له. فبالتالي الناس ما عم نحكي أنه هي ما بدها ترجع على مناطقها بسبب أنه هي ما بدها ترجع، وبسبب أنه هي بتتغير ديموغرافيا. بالعكس تماما، النظام عم يعمل مسرحية مكشوفة للجميع، عم بيحاول يظهر حاله بمظهر انه اللي انتصر، وبالتالي عم بدعو الناس لترجع لمنازلها، وهذا الشيء ما راح يصير. وراح نشوف مع الايام الجايه كيف الناس راح ترفض هذا الشيء بشكل تام. دكتور يحيى، اذا لديك كلمه اخيره باختصار، لم يبقى للكثير ربما دقيقه او اقل. اقول لك عن المشاركين في هذا الموضوع، والذين ذكرتهم بانهم ربما يعطون شرعيه ووجهت اليهم دعوات. ليذكر لي أي جهة منهم، أي مؤسسة، أي دولة ذهب إليها السوريون كلاجئين. هم يشاركون هناك بناء إما مغصوبين، أو بناء على رغبة من بوتين، أو بناء على تزوير لحقائق الأمور. الكارثة السورية تحتاج إلى غير هؤلاء المدعوين المزورين. المؤتمر فاشل بامتياز. أنا أشكرك جزيلا. لدي أيضا كلمة أخيرة لك سيد نعنوع، لدي دقيقة أيضا باختصار أرجوك، ربما أقل. بالنهاية كل المجتمع الدولي أو كل المجتمع المحلي السوري رافض هاي المبادرة. منظمات المجتمع المدني اللي نحن جزء منها كفريق تطوعي، والدفاع المدني وغيره، كثير من المنظمات رافضين هاي المبادرة بشكل كامل. ونتأمل أنه ما يصير بالأشهر مثل ما عودنا النظام بالأشهر الأخيرة من السنة دائما بالشتوية يصير في تهجير جديد يفضح النظام ويفضح مبادراته هو والروس والإيرانيين. أشكرك جزيلا على الحدود السورية تركيا عاطف نعنوع، مدير فريق ملهم التطوعي، الدكتور يحيى العريضي، عضو لجنة دستورية سوريا. شكرا لكما.